بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد، معكم أخوكم حميد الشتيبي إسماعيل. اليوم التاريخ 13/8/2022، اليوم يوم السبت. اليوم راح نتكلم وراح يكون بحثنا عن الطاقات الأربعة الموجودة عند الإنسان، وهي طبعا مسؤولة عن سلوك وأخلاق وتصرفات الإنسان في المجتمع. هذه الطاقات الأربع راح نسميها بأسمائها. رقم 1 القوة أو الطاقة الشهوية، 2 القوة أو الطاقة الغضبية، 3 القوة أو الطاقة الوهمية، 4 العقل. السؤال يقول: لماذا يتحول هذا الإنسان الطيب الكامل الجميل إلى مجرم وقاتل ومخرب وفاسد وطماع وجشع وأناني وحسود وحقود وكل الصفات السلبية؟ كل إنسان في هذا الكون يمتلك، كل إنسان في هذا الكون سواء كان أبيض سواء كان أسود من أي جنسية ما، يمتلك بداخله هذه القوى الأربعة أو الطاقات الأربعة أو الغرائز الأربعة. طبعا السبب الرئيسي او من الاسباب الرئيسيه لقيام الانسان بارتكاب هذه الجرائم والفساد وحب السلطه وحب النفس او نكاح المحارم او نكاح البهائم، وهذه الظاهرتين طبعا منتشره في هذا الزمن وهي من علامات اخر الزمان. السبب هو اعزائي المتابعين هو اختلال والإفراط بالقوى أو الغرائز الثلاثة عند الإنسان. رقم 1 القوى أو الطاقة الشهوية. الطاقة الشهوية تريد من صاحبها ما يطفئ الشهوة سواء كان حلالا أم حراما، تريد أن تفرغ طاقتها حتى لو بالمحصنات. يعني المرأة المتزوجة مع الأسف وصل الحال حتى الأطفال أصبحوا ضحية لهذا الوحش، حتى لو مارس ذلك الفعل الحرام في أقدس الأماكن مع الأسف. 2 القوة أو الطاقة الغضبية، يريد أن يلبي حاجة هذه القوة أو الطاقة سواء عن طريق القتل أو إشعال الحروب أو الإبادة أو الدمار الشامل، المهم يريد الوصول والظفر إلى الكرسي أو المنصب أو الجاه أو البقاء في المنصب أو الجاه حتى لو ظلم الناس أو قتلهم، المهم يوصل إلى هدفه. 3 القوى أو الطاقة الوهمية، وهي طبعا خطيرة جدا وهي الأخطر. من هنا منفذ الشيطان ووسواسه، يرمي الشيطان أو يرسل في خيال الإنسان الأفكار السلبية الشريرة فتبدأ بسيطرته على الإنسان، وثم الوقوع في الجرائم. 4 العقل. العقل هذه القوة أو الطاقة، هذه القوة وهذه القوة أو الطاقات الثلاثة ما لم تلجم بلجام العقل فإنها تعيث في الأرض فسادا ودمارا، تفعل ما تشاء من الجرائم، لا تميز بين حلال وحرام مع الأسف. وهذه القوة الثلاثة اللي هي الشهوية والغضبية والوهمية، لكي تكون أبواب الجنان لابد أن تلجم بلجام. اللجام هو العقل، هي بمثابة القائد أو الحاكم لها، والعقل أمير هذه القوى الثلاثة، والعقل هو الوحيد الذي يستطيع أن يلجم هذه القوى الخطيرة وأن يوازنها ويقودها إلى بر الأمان ويمسك بها، بشرط إذا كانت فيها الهداية والنور، وهذه الهداية إنما هي من الشرع والقانون الإلهي واتباعه. ولهذا هو الهدف الأساسي الذي من أجله بعث الأنبياء عليهم السلام والرسالات السماوية، هي لحفظ ولجم عقل الإنسان من تسلط القوى أو الطاقات الثلاثة اللي هي الشهوية والغضبية والوهمية. والعقل قد تكون أبواب للجنان
وإذا كانت تحت سيطرة الشيطان والهوى فهي أبواب للنيران. وإن ترك القوى من غير لجام فسيسيطر الوهم على باقي القوى الغضبية والشهوية، فتتحول إلى سلاح مدمر من غير رحمة وإحساس بالمسؤولية. والشرع والدين يريد من الإنسان أن يصل بهذه القوة إلى مراحل كمالية، والحصول عليها عن طريق موازنة هذه القوى والسيطرة عليها حتى تصل بها إلى السعادة والطمأنينة والأخلاق والتقوى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله نسألكم الدعاء. مع السلامة.